ومع الأسف الشديد أن كثير ممن ينتسب إلى طلب العلم نصيبه في هذا الباب ضعيف إن وجد، فكثير من من ينتسب إلى العلم وإلى طلبه يبتلوا بالموانع وعدم بذل الأسباب، فترى الواحد منا يسهر، ويسهر على ماذا؟ على القيل والقال من الكلام المباح إن شاء الله تعالى، دعونا ممن يسهر على المحرم، لكن المسألة مفترضة في طلاب علم، يسهر على المباح ثم بعد ذلك إذا جاء وقت القيام رجل مستيقظ وبكامل قواه ولا يحتاج إلى النوم ويحضر الثلث الأخير، فإذا أراد أن يوتر بثلاث ركعات أو خمس ركعات أو سبع أو تسع تجدها أثقل من جبل، لأن من يمضي وقته في القيل والقال ولو كان مباحا لا يعان على مثل هذه الأمور، فإنه في الغالب لا يعان على مثل هذه الأمور، فالمسألة تحتاج إلى احتياط، والقلب يحتاج إلى حراسة شديدة من المؤثرات، ومن أعظم المؤثرات على القلب فضول الكلام. دعونا ممن سلط لسانه على الأخيار ولم يحتط لنفسه وفرق حسناته على فلان وعلان، لكن المسألة في من لا يقول إلا مباح، في الغالب لا يعان على القيام، فإن قام لا يعان على حضور القلب، فالمسألة تحتاج إلى استجماع، والقلب يحتاج إلى جمعية كما قال أهل العلم كابن القيم وغيره.